أكثر القطارات إثارة للدهشة. تعتبر شينكانسين شبكة سكك حديدية سريعة في اليابان تسير عليها أسرع القطارات في العالم. تم إطلاق أول القطارات السريعة في اليابان عام 1964 وبلغت سرعتها 210 كيلومترات في الساعة. في عام 2003 سجل أحد قطارات شينكانسين والذي يسير على قضبان مغناطيسية سرعة قياسية بلغت 581 كيلومترا في الساعة، ولكن هذه لم تكن هي السرعة القصوى. ففي الحقيقة تم تسجيل السرعة القصوى للقطارات على مستوى العالم في شهر مارس عام 2015 عندما بلغت سرعة قطار يسمى بوليت 600 كيلومتر في الساعة. لقد تجاوزت سرعته 600 كيلومتر في الساعة خلال 11 ثانية فقط، كما بلغت سرعته 603 كيلومترات في الساعة ذات مرة، وهذا الرقم يعد مذهلا. اليوم سوف نتعرف على أسرع القطارات وكذا على تلك الأكثر ارتفاعا وطولا. لقد بلغ طول أحدهم حوالي 6 كيلومترات. يعرف الجميع كيف هو النقل العام، فلا يعتبر استخدامه هو أفضل شيء قد يحدث لك في السادسة أو السابعة صباحا، خصوصا في المدن المزدحمة. ومن المؤكد أنك تفهم عما أتحدث. يؤدي الزحام الكثير من الفوضى عند توقف وسيلة النقل، ولكن دعني أقول لك إنه لا مجال للمقارنة إذا ما تحدثنا عن القطارات في جمهورية بنغلاديش في جنوب آسيا. يبلغ عدد السكان حوالي 152 مليون نسمة في بنغلاديش، وهو نفس معدل السكان في روسيا، ولكن يكمن الفارق في أن مساحة بنغلاديش أصغر 155 مرة من مساحة روسيا. ونتيجة لزيادة معدل السكان فإن حركة القطارات يتخللها خطر كبير. إليكم القطارات المذهلة التي سنتحدث عنها. إليكم قطارا مذهلا سوف نتحدث عنه. هنا ليس هناك تذكرة اقتصادية أو تذكرة رجال أعمال، كما ليس هناك مراقبون على التذاكر، ويصعد الركاب على القطار وهو يسير ويجلسون على السطح ويتعلقون بالجوانب والجزء الأمامي والخلفي للقطار ويقفزون من عربة إلى أخرى. في عقد عام 1930 بألمانيا قبل هتلر، كان العاملون في مجال الهندسة في خضم محاولة لصناعة أسرع قطار في العالم، وكانت نتيجة عملهم قطارا مستقبليا يسمى زبلان. لقد كان بمثابة معجزة بمروحية ضخمة، وكان النموذج الذي حقق أرقاما قياسية في مايو عام 1931 بسرعة تصل إلى 225 كيلومترا في الساعة. لم تتمكن أي وسيلة نقل أخرى من تخطي هذه السرعة إلا بعد مرور 30 عاما عند تصميم قطار M497 وظهوره في عام 1966 ثم دخوله التاريخ باسم The Black Beetle. وكان مخصصا لنقل الركاب ومزودا باثنين من التوربينات المستخدمة من طائرة B36. خلال اختباره سجل هذا القطار سرعة بلغت 295 كيلومترا في الساعة. في عقد السبعينيات صنع الاتحاد السوفيتي أول قطار سريع، وكان القطار مزودا بمحركات من طائرة ياك 40، وكانت سرعته تصل إلى 250 كيلومترا في الساعة. أما القطار الأكبر في العالم والذي يعد أيضا القطار الأطول في العالم، فقد تم تصميمه في أستراليا عام 2001 بغرض نقل كميات كبيرة من خام الحديد. كان القطار يتكون من 682 عربة يجرها 8 قطارات ديزل موزعة على طول القطار. كان هذا القطار الذي يعد الأطول في العالم ينقل 82 ألف طن من خام الحديد، وبلغ طول القطار الإجمالي حوالي 7350 مترا. نشعر بالأسى على هؤلاء الذين كان عليهم انتظار هذا القطار الذي يبلغ طوله 7 كيلومترات حتى ينتهي من العبور. لا يكفي مقطع في 20 دقيقة لإظهار كل العربات وهي تمر.
قبل ذلك سجل قطار باسم تيستر هذا الرقم القياسي. صنع هذا القطار عام 1989 وكان يتكون من 7 قاطرات تعمل بالديزل و8 قطارات كهربائية. كان القطار أقصر ب50 مترا من حامل اللقب الحالي. هذا القطار الروسي الأطول على الإطلاق يتكون من 439 عربة وبلغ طوله 6.5 كيلومترات. وكان ينقل الفحم من منجم كوزنيتس بازن في عام 1986. نادرا ما يتم استخدام قطارات لإزالة الثلوج، وفي تلك الحالات فقط كانت العربات تختفي تحت طبقات الثلوج الكثيفة في المناطق الجبلية جنوب غرب الولايات المتحدة الأمريكية. أحيانا ما كان ارتفاع الثلوج يبلغ 2 إلى 3 أمتار أو حتى أكثر من ذلك. في هذه الحالات كان يتم استخدام كاسحة الثلوج. تم إنتاج أول قطار بالبخار من هذا النوع منذ زمن بعيد في عام 1981، وكان يعمل بالبخار حصرا. وفي نهايات العقد عام 1990 قامت شركة سكك حديدية بشراء أحد هذه القطارات من أجل تنظيف الطرق الجبلية في السلسلة الجبلية سيرا نيفادا. تم تزويد القطار لاحقا بمحرك ديزل، لكنه لا يزال يستخدم البخار المغلي من أجل إذابة الجليد، فيما يطلق صافرته التي يبدو أن الجميع يستمتع بها. لا تستعصي أي طبقة من الجليد على هذا القطار الذي يبلغ طوله 15 مترا حتى عندما يبلغ ارتفاع الجليد 10 أمتار. أما أقدم قطار في العالم فلا يزال ينقل الركاب في الهند ويعمل بالبخار. إنه متحف متحرك ولا يزال بإمكان الركاب أن يستمتعوا بالعربات العتيقة والمحركات التي تعمل بالبخار. بني هذا القطار في عام 1955، وكانت القطارات البخارية من مثل هذا القطار تستخدم بواسطة الشخصيات الرئيسية في سلسلة أفلام الخيال عن هاري بوتر حتى يسافر إلى هوغورتس. هايبرلوب مشروع قطار تم تصويره عام 2013 بواسطة رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك. إنه عبارة عن نظام من الأنابيب المرتفعة عن سطح الأرض، وتعمل المركبة بتقنية الاسترفاع المغناطيسي، فيما يتم عمل فراغ كبير داخل الأنبوب مما يسمح للقطار بالتحرك بسرعة كبيرة من دون أي مقاومة. ليس هناك قطار هنا بالمعنى التقليدي. ينتقل الركاب في 6 كبسولات تنزلق في هذا الفراغ طبقا لبعض التقديرات المؤقتة. إذا لم يكن هناك مقاومة من الهواء يمكن لهذا القطار أن يتحرك بسرعة مذهلة تبلغ سرعته 6000 كيلومتر في الساعة، ولكن حاليا هذه مجرد فرضية. هناك 7 شركات عملاقة تدرس الفكرة جيدا وتجري الاختبارات. إذا تم تصميم القطار بالمواصفات التي ذكرناها سابقا سيتمكن الركاب من الانتقال من نيويورك إلى لوس أنجلوس خلال نصف ساعة فقط. شكرا لكم على مشاهدة الفيديو، لا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.